الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، قال: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. أولاً، حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأوحى الله إليه أن يتواضع الناس، فأمر نبيه بأن يأمر الناس أن يتواضعوا، لأن هذه هي صفة المؤمن، أن يكون متواضعاً ليناً رحيماً بأيدي إخوانه المؤمنين. أوحى إلي أن تواضعوا، لماذا؟ حتى لا يفخر أحد على أحد. فالتواضع قرين لعدم التكبر، والفخر قرين الكبر، الفخر قرين الكبر. ولذلك على المسلم أن يحرص على التواضع، وأن يتذكر أصله وخلقته، فإنه إذا تذكر أصله وخلقته فإنه عند ذلك يعلم قدر نفسه. وإذا علم العبد قدر نفسه كان ذلك وسيلة إلى أن يتواضع ولا يفخر ولا يبغى ولا يبغي. ولذلك في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. لماذا؟ حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإذا الفخر قرين الكبر وقرين البغي، لأن الكبر بغي، الكبر من البغي. فكلما تكبر الإنسان فإنه يبغي على غيره، لأنه يحتقره ويظلمه، وكل ذلك محرم في الشرع. فأوحى الله إلى نبيه أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الحديث الثاني، حديث أبي هريرة قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. لأن الجزاء من جنس العمل. فأول جملة: ما نقصت صدقة من مال. وهذا الحديث مر علينا الكلام عليه، ولكن نتكلم بشيء يسير عنه. فأولاً، ما نقص صدقة من مال. النقص هنا ليس المراد النقص الحسي، لأن النقص الحسي لا بد أن يقع. فمثلاً لو كان عندك 1000 ريال ثم تصدقت ب500، بقي 500، صار نقص حسي. لكن المراد هنا بعدم النقص، بنفي النقص، هو نقص البركة. فإذا المال قد ينقص حسًا ولكنه يزيد بركة، والمدار كل المدار على البركة. فكم من رجل عنده من الأموال الكثيرة ولكن لا يبارك له في ماله فلا يستفيد من هذا المال أبدًا، ورجل عنده مال قليل ولكنه مبارك فيه فتجده ينتفع به وينتفع من تحته ومن حوله. فالمدار كل المدار على البركة. فما نقصت صدقة من مال. والمعنى الثاني أن الله عز وجل يخلف على المتصدق، يخلف عليه خلفاً حسياً، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهنا إما أن يكون هذا الخلف، إما أن يكون بالبركة، وإما أن يكون بزيادة المال حقيقة، بأن الله عز وجل يسوق له الأرزاق. وكل ذلك يحصل لمن أنفق ماله في سبيل الله وفي الصدقة على المحتاجين. قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. لأن الشيطان يوحي إلى الإنسان أنك إذا عفوت أنك كنت ذليلا،
ولكن الصحيح ما قاله صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فالعفو من مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب التي جاء بها الإسلام، ولكن كما ذكرنا أن العفو لا يكون إلا لمن يستحق العفو، لأن الله عز وجل في القرآن يقرن العفو بالإصلاح، فمن عفا وأصلح، فمن لم يكن أهلا للعفو لا يعفى عنه، فقد يكون العفو عنه سبب لتكثير الفساد في الأرض. مثال ذلك لو كان هذا الرجل ممن عرف بالشر وعرف بالفساد، فوقع مثلا في قتل أو في حادث أو نحو هذا، فمثل هذا الأفضل أن لا يعفى عنه، لأن إقامة العقوبة عليه زجر له ولغيره. أما العفو عنه فإنه تشجيع له ولأمثاله. أما لو كان الرجل معروف بالصلاح، ثم وقع في زلة وفي خطأ، فإن مثله يعفى عنه والأفضل في حقه العفو. فإذا مسألة العفو ليست يعني مستحبة في كل الأحوال وليست ممنوعة في كل الأحوال، وإنما هي على حسب تغير الأحوال واختلاف الأمور. قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وانظر هنا القيد، قال: وما تواضع أحد لله، فدل على أن التواضع عبادة، فهو من العبادات التي يتقرب بها إلى الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن لا يكون هذا التواضع تصنعاً، وإنما يكون تواضعاً لله عز وجل، أي أن العبد يعمله رجاء الثواب. فإذا تواضع لله عز وجل رفعه الله، وهنا الجزاء من جنس العمل، لأنك إذا تواضعت فإن الشيطان قد يأتي إليك ويقول: هذه ذلة وهذه خيبة ونحو هذه الأمور، ولكن الله عز وجل يجازيك بالرفعة. الرفعة هنا في الدنيا والآخرة، لأن هنا قاعدة: إذا كان الكلام عاماً وتحمل عليه المعاني فتحمل عليه جميع المعاني، يحمل عليه أكثر من معنى تحمل عليه جميع المعاني. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: إلا رفعه الله، ولم يقل رفعه في الدنيا أو رفعه في الآخرة، فدل على أن الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة. فعلينا أن نتحلى بهذه الأخلاق الحميدة التي جاء بها الإسلام وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.